اليوم جبت لكم اهم اخبار عالم الكريبتو، اهم العناوين ديال هذه النشره هذه. غادي نشوفوا ثمن البيتكوين فين وصل، كذلك غادي نشوفوا شحال ديال الوقت باقي للهالفينغ. كتنعرفوا الهالفينغ عنده واحد التبعيات اللي هما ايجابيه على الثمن الى اخره، ولكن الهالفينغ تجيب بعض المسائل اللي هما سلبيين. بزاف ديال الناس ما كيطرقوش لهذه الفكره هذه، غادي نهضروا على هذا الموضوع هذا. غادي نشوفوا بزاف ديال الابديتس اللي كيتعلقوا بزاف ديال لي بروجيات اللي كنا كنعرفوهم، كاين اللي خدمهم الى اخره. غنشوفوا رقم 13 والزيكا 5، غادي نشوفوا اخر الاخبار على السوبرا اوراكلز، غادي نشوفوا كذلك واحد العلاقه ما بين الباينانس وشبكه ديال ترون سي زي وجاستين سان. هاد العلاقة هادي كانت حميمية، كيعرفوا بعضياتهم شحال هادي إلى آخره، ولكن الباينانس خرجات ودارت واحد الموف ضد شبكة ديال ترون اللي ما كيبشرش بالخير. ربما هاد العلاقة هادي غادي تأثر على ترون بطريقة سلبية. غادي نهضروا كذلك في الموضوع ديال البروجي ديال الفينوم. من نهار السبت فاش درنا اللايف في اليومين هذا توصلت بزاف ديال الاسئله، بزاف ديال الاسئله كيتعاودوا على هذا البروجي ديال فينوم، على التسناس، على الريوردز الى اخره، اشنو طرا اشنو غادي يطرا الى اخره. فاليوم غادي نعطيكم جميع لي ديتاي على هذا البروجي ديال فينوم هذا، اخر المستجدات اخر الابديت. مهم كيف ديما بعد الفاصل غادي نطرقوا ان شاء الله لجميع هاد المواضيع. خوتي وخواتاتي السلام عليكم، معكم يونس من كريبتو بالدارجه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله بصحه جيده. كيف ديما كنشكركم كاملين على الوقت اللي كدوزوه في المشاهدات ديال الفيديوهات اللي كنحط، اولا الوقت اللي دوزتوه اخر مره في المشاهده ديال اللايف. كنبغي نشكر كذلك جميع الاخوات والاخوان اللي شاركوا معنا سواء في اليوتيوب اولا كذلك ديريكت في التليجرام، وكانوا كيهضروا كيعطيونا الاراء ديالهم. ما فيها باس نذكركم اللي عجبوا هاد القناه اللي تبعها، اللي عجبوا هاد المحتوى ديالنا لايك كومونتير، هذه الحاجه الوحيده اللي غادي تعاونونا بها، وكذلك اللي كنطلبوا منكم شكرا مسبقا. وعلى بركه الله وبسم الله نديرو اول نشره ان شاء الله ديال الكريبتو بالدارجه في رمضان. اول حاجه غادي نمشيو نضربوا سوق دويره في سوق الكريبتو، نشوفوا حاليا فين وصل البيتكوين. راه طلع قبيله ل 71,000 دولار، دابا راه 70,000 دولار، رجع عاوتاني لبلاصتو، راه كيقلب على القمه، راه مازال كيطلع. المهم كيطلع وكيعيا، كينزل شي شويه كيرتاح وعاوتاني كيجيب طلعه. كيف تتعرفوا في الطلعه والنزله هذه راه كياكلوا الناس العصا حاليا في 24 ساعه الاخرى، صحاب لي شورتس هما اللي كلاو العصا تقريبا 143 مليون ديال الدولار ديال لي شورتس بوزيشنز اللي تليكيداو، تقريبا 61,901 تريدر اللي تليكيدا. ما فيها باس نرجعوا نشوفوا الدومينوز ديال البيتكوين، لان الدومينوز كتهمنا بالنسبه للناس اللي منيشين على الالت كوين سيزون. دومينوز ديال البيتكوين حاليا 52.3%، دومينوز ديال الايثيريوم 16.3%، القوي ديال الايثيريوم حاليا في 38، في الويكاند كان طايح كان وصل 17. هضرنا في الويكاند بالنسبه للناس اللي هما مستيكين الميم واللي باقي ما انستيكاوش، يعني بالنسبه للناس اللي باغيين يبيعوا، فما فيها باش ردوا البال القوي ديال الايثيريوم. الا بانت لكم القضيه رخيصه سيروا انستيكيو، ماشي ضروري تبيعوا الميم تو سويت بعد الطمب اللي طرا فيها. المهم غير كانت انستيكي، لان مشيو تستنيو حتى الايثيريوم طلع راه غادي يطلعوا لي فيز، وهكذا القضيه غادي تزيد تصعب شي شويه، باش نكونوا واضحين. مشيو سيدنا ما فيها بس قبيله بوستيت في الانستغرام وكذلك في تويتر بالنسبه للاخوات والاخوان اللي باغيين يكومونديو شي لاجر ولا شي كولد واليت، فراه حلينا لي كوموند. مرحبا بالجميع، اللي بغى شي لاجر يتواصل معايا ديريكت على الخاص سواء عن طريق الانستغرام او التليجرام، الروابط راه معروفه، راه غتلقاوها في خانه الوصف، كذلك غتلقاوها في جميع السوشيال ميديا بلاتفورمز ديالي. بالنسبه لليفغيزون بزاف ديال الاخوات والاخوان كيسولوا تيقول لك اودي امتى غادي تقدر توصلنا. غادي تقدر توصل ان شاء الله مورا العيد في الاخر ديال افريل، تقدر كاع البدايه ديال ماي. انا بالعاني درت هاد لاطات هادي باش بنادم فهمتي تكونوا متاكدين تقدر توصل قبل. المهم باش تكونوا واضحين اللي بغى يكوموندي مرحبا. مشيو سيدنا الموضوع الاول اللي عنده علاقه بالزيكا 5، قبيله بوستاو في تويتر هاد القضيه هادي، نوتينغ ماترز مور ذان كوميونيتي، هاد البوست هادي 13 ومن بعد مسحوه. ما عرفتش علاش انا بديت شديت شويه في الناس، قلت لهم النهار 13 في شهر 4 غادي تفرق 13 حبه ديال الزيكا 5 على 13 مليون واليت، وهاد القضيه هادي 13 دقيقه غادي تجيك تقريبا 13% دي في تي جي اي، والباقي غادي تفرق على 13 عام بعد 13 شهر ديال الكليف.
المهم علاش بالضبط هاد 13 هادي بوستيوها ما عرفناش، وعلاش كذلك مسحوها، لان كي تعرفوا راه زيكا 5 من البروجيات الكبار اللي الناس كاملين كيتسناو فيهم، خصوصا ان الا ما خفت نكذب السيو خرج دانيرمون قال بانهم حاليا راهما مشغولين في هادشي ديال توكونوميكس الى اخره من الناحيه القانونيه. المهم ما عرفتش غادي نشوفوا. مشيو سيدنا الخبر الثاني اللي عنده علاقه بالسوبرا اوراكلز. الناس اللي مقيدين فيه راه توصلت لهم واحد الايميل، واحد الفلوغ راه قال لك توصلوا ل 500 الف كادي، غادي يعطيو الناس على قبل هذا الاتشيفمنت هذا، غادي يعطيو الناس تقريبا شي واحد الكم ديال الستارز فابور. كذلك قال لك يعني الفيرست 500 كي تقريبا اللوكاو 175 مليون سوبرا. بالنسبة للريفرالز وهاد الكومبيتيشنز اللي كان على الريفرال فهي سالات، يعني راه الليدر بورد راه تفريزة حسب ما قالوا هنايا. هذا ما تيعنيش كيف كاتبين هنا في هاد الفلوغ ان الناس اللي باقين ما خدموش يمشيو ويقدروا يتقيدوا فيه ويجمعوا كذلك شويه ديال الحبات الى اخره، هادشي اللي كاتبين هنايا. فقال لك راه ما هما دابا تيوجدوا الاير دروب، تيوجدوا قال لك الايفنت التوكن جينيريشن ايفنت الى اخره، وكيوعدوا الناس بواحد الريوردز اللي هما مزيان. حنا غنتبعوا الكذاب حتى باب الدار. كيف قلت لكم بالنسبه للناس اللي هما باقين ما تقيدوش يقدروا يدخلوا يتقيدوا فيه الى اخره، ربما خد يجيكم جوج دولار ما فيها، بس غادي نخليكم الرابط ديال الافيليات ديال هذا البروجي هذا بالنسبه للناس اللي باقين ما مقيدينش فيه. كذلك واحد المساله اللي مشت بزاف ديال الاخوات والاخوان كيسولوني دانيرمو، يعني الناس واش هما جداد ولا ما عنيناش، فتقول لك هذا البريك روم اشنو هي اللعبه ديالها. انت كتكليك على البريك روم كانت عندك الحق كل 24 ساعه انك كتميتي كتخلص 0.25 حبه ديال السوبرا باش كيعطيك، يعني باش انك تجمع هذوك الان اف تيات اولا هنايا كيف دايرين لهم بحال الدميات بحال هادو. داك دما جمعتي هاد الدميات هادو ربما غادي يكون عندها واحد التبعيه ايجابيه بالنسبه للريوردز ديالك، لان هاد القضيه هادي ما دايريناش وما عابتها باش نكونوا واضحين. يعني فيما تدخل الا كان شي ميسيون جاوب عليها ومن بعد ما فيها بس كل حاول تذكر كل 24 ساعه تدخل وتكليمي هاد الان اف تي هادو، يعني هاد لي بابيتس، وربما الا جمعتيهم كاملين راه ما عندي ما نتسالك. نمشيو لسيدنا لواحد الخبر اللي عنده علاقه بالباينانس وكذلك ترون. ترون باينانس دي اند ذا كريبتو امبليكيشنز اوف ستراتيجيك بريك اب. فكي تعرفوا سيزي شحال هادي هو جاستن سان فكانوا خوت، يعني ما كيتفارقوش، كانوا يعني كانوا كيرونوها بيناتهم. جاستن سان كان هو الباد بوي اكثر من سيزي، سيزي هو كان تيضربها من التحت فما عليناش. اليوم تفاجئنا بان الباينانس انونسات بانهم it would cease supporting deposits and withdrawals for Tron CRC 20 based USDC stablecoin. stablecoin ديال USDC ديال ترون فهو ما بقاش يتسبورتا بالنسبه للباينانس، ما بقاش تقبلو. فهاد القضيه هادي كانت مفاجئه، خصوصا ان ترون يعني شبكه ترون مهم ليها بزاف هاد stablecoin هادي، وكذلك اهم حاجه انها مهمه تبقى عندها الكونتاكت ولا عندها السبور ديال الباينانس، سينو راه ما غاديش تطور هذه الشبكه هذه ديال ترون كيف هما مبلانين شحال هذه. هذه القضيه هذه هي شي حاجه بالنسبه لحسب هذا الارتيكل، هذه شي حاجه نيجاتيف كذلك بالنسبه للباينانس، لان الباينانس كانوا هما دايرين كون شراكه مع ترون وهما قالوا ما غنسبورتيو كل شيء الى اخره، وفي اخر المطاف يخويو بهم. هاد القضيه هادي تقدر يكون عندها شي تبعيات نيجاتيف على الباينانس بالنسبه للبيزنس بارتنرز في المستقبل ما عنيش، ولكن ما تنساوش واحد القضيه، الباينانس راه عليها الضغط من ميريكان، كنعرفوا ليستوار اللي طرا ليها، راهم تحت المجهر بزاف ديال المجزائيل ما يقدروش يكملوا فيهم اللي كانوا شحال هادي كيديروهم، لا مع جاستن سان لا مع غيره باش نكونوا واضحين. مشيو سيدنا الخبر الثاني اللي عنده علاقه بالهالفينغ. الهالفينغ امتى غادي يوصل سيدنا؟ كي تشوفوا حسب هذا الواتش اغورو تايم اكلوك 25 نهار، من هنا 25 نهار الهالفينغ غادي يطرى، يعني الريوردز ديال البيتكوين غادي تقسم على النص. حاليا تقريبا الماينرز كي ماينيو 900 بيتكوين في النهار، بعد ما يجي الهالفينغ ولا بعد الهالفينغ يلاه غادي يوصلوا 450 حبه، يعني السبلاي غادي تقسم على النص. شي حاجه اللي هي فريمون بوزيتيف بالنسبه للناس اللي هما انفستين في الكريبتو، ولكن بالنسبه للماينرز خصوصا الماينرز اللي هما صغار فراهم ما غاديش يبقاو يكونوا كومبيتيتيف، لان في هذا الدومين ديال المايننغ ديال البيتكوين كاينين بزاف ديال الشركات اللي هما كبار اللي محتكرين السوق
واصلا حاليا بسبب بهذا الريوردز حالي ديال بيتكوين هما دوك الصغار مضاربين مع الزمان ومضاربين مع الوقت. لما كينزل الثمن ديال البيتكوين ولا كيكون شي بير ماركت فالاغلبيه كيدير فايت الى اخره. الى مشات تقسم السبلاي عاوتاني على النصف راه بزاف ديال الماينرز اللي هما صغار ما غاديش يبقاو، غيبقاو غير الكبار وغادي يمشيو لواحد الاتجاه ديال المونوبول. كيف تنعرفوا راه بلاك روك مع انفيستيا في تقريبا في شحال من ماينينغ يعني فاكتوري. ففي الاخر الى بقى المونوبول عند بلاك روك راه ما حنا في خير، يعني حتى البرنسيب ديال البيتكوين وهاد ديسنتراليزيشن الى اخره مشات تحكمات في الماينينغ يعني بلاك روك ماينينغ. فراه مهم الله يحضر السلامة وصافي. مشي وسيدنا واحد البروجي اللي هو سميته سيلف تشين. انا ما كنتش بديت تيست نيس رقم واحد ديالو، يلا بالي تيست نيس رقم جوج، قلت غادي نشارك معكم هذا البروجي هذا. كاين في الايكو سيستم ديال الاتوم كي تشوفوا سيلف تشينج انسنتيفايز تيست نيتس 2 شحال هادي هما مطلوقين، كانوا بغاو يسدوه شحال هادي ولكن قال لك راه هما جددوه يعني الكونكلودز يعني مارش 29th extended due to code audit. فهما كي اوديو الكود ديالهم داكشي علاش معطلين الاوديت ديالهم، داكشي علاش هما زادوا في هاد الانسنتيفايزد كامبين. ما غاديش تستغرقوا الوقت بزاف وما غاديش تستغرقوا الفلوس، داكشي فابور. وغادي استغرق لكم هاد القضيه هادي 5 ديال الدقائق ما كاملاش. غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد هذا، غادي تدخلوا غادي تلوغيو باسمكم الكابلر واليت، غادي خصكم كذلك الديسكورد، غادي خصكم تويتر. غادي نخليكم الرابط راه ماشي افيليت لينك ولا والو، هاد السيت هذا داير بحال لا تري او للزيلي الى اخره. فهما كاتبين جمع 100 نقطه 5 دقائق، دخل تقيد وديك الساعه نشوفوا الايكو سيستم ديال الاتوم. كاينين فيه بزاف ديال البروجيات اللي هما محقورين، كاينين عاوتاني اللي هما ما في الكاب ديالهم يعني الماركت كاب ديالهم صغير، اللي عندهم واحد البوتنسيال في المستقبل. ما تبقاوش غير مقابلين الايثيريوم الباينانس او السولانا، فكروا حتى كذلك شويه في الاتوم الى اخره، راه فيهم الهوجه. مشيو سيادنا الموضوع الاخر اللي هو عنده علاقه بالفينوم. فكي تشوفوا اليوم خرجوا قال لك اودي 3 مليون ديال الواليت اللي هما تكرياو، 1 مليار ديال لي ترانزاكسيون، 24 تاسكس ديال فينوم اللي هما داروا حاليا من طرف الكوميونيتي. الى جيت نشوف انا الكونت ديالي فانا درت تقريبا 23 ماشي 24. هاد التاسك الاخر هذا ديال الى ما خفت نكذب ديال البول ديال سميتو فهو ما دارش ما عليناش. فهاد القضيه اللي قال لك هما تيشكروا الناس الى اخره، كذلك غادي داروا هاد التيست نتس هادي الكليم تيست نتس ريورد. الى بغيتو تمشيو ليها راه كتدخلوا هنايا السيت وكتكليكيو على الريوردز وكيديكم لهاد الصفحه هادي تيقول لك اي اجري. وهنا كاين واحد الكاونت داون جوج ديال النهارات و10 السوايع غادي يحلوا هذه القضيه هادي. ما عرفناش واش كلشي اللي عنده دابا الكونت غادي يكون اليجيبل، ما عرفناش شحال ديال الفلوس غادي يفرقوا على عباد الله الى اخره. لحد الان ما كاين حتى هذا الشيء اللي كاين، هاد الديسكورد بوست اللي داروا هما اللي كاينين. فهما قال لك تشكروا الناس الى اخره، ما هضروش على الفيستينغ، ما هضروش على شحال ديال كم ديال الفلوس الى اخره. حنا في السبت فاش كنا درنا اللايف في التليجرام وبارطاجيتو في اليوتيوب كنت اقترحت على الدراري قلت لهم راه هذاك التاسك ديال الاو كي اكس اللي كان ديك الساعه محلول، قلت لهم ما فيها باس تخدموا نتوما الى عندكم الكونت في الاو كي اكس ديروا واحد 5 ديال لي ساب اكونت. بعدا الاو كي اكس الا كنتي انت في التير 1 ولا ما عرفتش شنو راك عندك الماكسيموم تدير 5 ديال لي ساب اكونت، وكل ساب اكونت بالنسبه للفينوم تيكون عنده اليو اي دي ديالو بوحدو، وتيكون عنده كذلك ديبوزيت والادريس ديال الفينوم كانت بوحدو. انا قلت للدراري قلت لهم هاد القضيه ديال ريسكي ولكن انا جربتها وفي الاخر صدقات. كاين بعض الناس اللي قال لك اودي لا راه هادي ريسكي ما نديرهاش او لا راه تي غير تخربيق. المهم انا قلت علاش ربما هما ما يفكروش في هاد القضيه هادي، هنا فين غتكون الثغره. وافكتيفمون انا الصباح ملي كلشي توصل بالكم ديال تقريبا 30 حبه ديال الفينوم فتنتفاجئ بان يعني لي كونت ديال الاخرين حتى هما وصلهم. يعني كان واحد مين اكونت اللي درت ليه الكي واي سي وخمسه ديال لي سب اكونتس ما فيهم لا كي واي سي لا والو، ولكن راه تابعين هما المين اكونت غير هما انديفيدويال يعني الادريس ديالهم بوحدها الى اخره. وفي الاخر كي تشوفوا كل كونت توصل ب 29.87 حبه. هاد 30 حبه ديال الفينوم عطاوها للناس اللي هما ديجا كانوا يعني في الكونت اللي هما مشاركين فيه ديجا في التيست نت، الناس اللي كانوا جداد اللي ما عمرهم ما خدموا شي حاجه ولا اللي تقيدوا ديك الساعه في اول مره فهم جاتهم 8 الحبات. كنسمع من عند بزاف ديال الناس اليوم
عندي لف تيليجرام لف لف ديسكورد عند البينوم الى اخره، نشوف بان بنادم شويه طالع عليه الدم، تيقول لك ضحكوا علينا 30 حبه ماشي شي حاجه. علاش؟ لان فاش كنا ديك الساعه فاش يلاه تلونس الثمن كانت الحبه ما 20 سنتيم 30 سنتيم الى اخره، فبنادم تيقول لك شنو عاطيني لنا $5 $10 $14 شغندير بها. واحد الحاجه اللي خصني نعاود ناكد عليها، هذا التاسك هذا اللي خدينا عليه هاد 30 حبه راه ما كانش كيستغرق شي حاجه، راه كانوا جوج ديال الدقائق الماكسيموم كنتي غادي تخدمهم. هاد القضيه دي انت غيكون عندك انت اصلا واحد الكونت في الاوكا اكس، غادي تمشي تقيد اليوزر اي دي ديالك، غادي تسابميتي وغادي تمشي دير ديبوزيت في الكونت ديال تيقولوا ليه ديال اوكا اكس، وتقلب على الواليت ادريس ديال ديبوزيت ديال فينوم، وغادي تسابميتي حتى هي مع اليو اي دي ديالك وسالينا. يعني جوج دقائق، يعني انت غادي تخدم واحد الخدمه ديال جوج دقائق، غادي يعطوك $14 ولا $10. الناس اللي ما باعوش بحالي هنايا راه وصل مثلا الثمن ديال فينوم 66 سنتيم، يعني تقريبا راه جاتو شي كدو $20 ولا شي حاجه بحال هكا. يعني على جوج دقائق تجيك نتايا كدو $20 بالنسبه للناس اللي هما ما عمرهم ما خدموا الفينوم. يلا مشاو عمروا هاد الفورميلير نفس المعلومات، عاودوا دخلوهم، جاتهم 8 الحبات، 8 الحبات ضربها في 50 سنتيم $4، فين غتلقاها؟ شكون غيعطيها لك باش تاخذ انت $4 من عند المنصه اللي انت كتريدي فيها كل نهار؟ ما غاديش يعطوك $4 فري ديالك نتايا، الا كانوا يعطوك $4 يعطيو لك ديال الفاونشر. فما تكونوش عاوتاني شويه طماع بزاف، وما تكون ما يكونش عندكم واحد الغرور كبير، ديما تشوف شحال ديال الوقت استغرقتي باش دير واحد التاسك، ولا كان الريورد قليل ف لوجيك ماشي باش نكونوا واضحين. ما عليناش، نرجعوا بالنسبه للناس اللي كيتسناو الريورد ديال هاد لي تاسكات اللي خدمنا عليهم تقريبا عام. هادي ما نكذبش عليكم، ما عرفتش انا شحال غادي يفرقوا على الناس. ولا جينا نشوفوا، الا جينا نتبازاو على هاد الريوردز اللي داروا هما اليوم، يعني الناس اللي خداو يعني اللي خدموا هاد التاسك هادو اللي ديجا هما كانوا هنايا خداو 30 حبه، فهما قال لك 24 تاسك كاينه، يعني 24 ضربها في 30، حنا غنديروا دوك الحساب ديال الشراف ضربها في 30 غادي تعطيك 720 حبه ديال الفينوم. انا ما تنقولش لك راه هما غادي يديروا واحد البونوس الا داروا مثلا واحد مثلا ابارتير من 15 تاسك او لا ابارتير من 16 تاسك او لا 18 تاسك، كيعطوك مثلا واحد الفون. نقولوا حنايا غيعطوك غير 30 حبه لكل تاسك. نقولوا حنايا كاين الفيستينغ، لان كنعرفوا بانهم راه كاين عندهم في الوايت بيبر واحد اللعبه ديال الفيستينغ 10%، غادي نقصوا منها 10%، يعني غادي تجيك تقريبا 72 حبه، يعني في الديريكت ضربها في 50 سنتيم، نقولوا حنا 50 سنتيم، فهي غادي تكون عندك واحد تقريبا واحد الكم ديال شحال لا غلط، 72 ضربها في 50 $36، يعني $36، وحنا قلنا شحال شحال قلنا قبل 720 الا ضربناها في 50 $360 في التوتال غادي تجيك، وغادي يفرقوا عليك على 90 شهر، يعني في الغدا تقدر تجيك 36، يعني من هنا يومين تقدر تجي $36 توت سويت، والشيء الاخر يبدا يعطيه لك كل شهر. هذا غير انا اللي كنقول، ما عندي لا ما داخل في التيم ما داخل حتى حاجه، يعني تجيني انا مينيموم واحد $720 720 حبه ديال الفينوم مينيموم خصها تكون بازي على هاد التفريقه اللي داروا اليوم. لا مش نكون واضحين، يقدروا يقول لك اودي حنا غادي نفرقوا عليك 1000 حبه، يعني $1000 1000 حبه ديال ماشي $1000 1000 حبه ديال الفينوم، يقدروا يديروا اكثر الله اعلم. هذا الشيء غير تنبؤات، ماشي نقول غير واحد التيوري ديالي انايا. حنا غنشوفوا هاد الناس هادو اش غادي بلانيو من هنا يومين، اشنو هما المسائل اللي غادي يجي، شحال ديال الريوردز غادي يفرقوا بهذا الكم ديال البشر كامل، وما بعدا راه محافظين على ريولسون بهذيك اللعبه ديال الفيستينغ. المهم شي حاجه اللي هي انتريسونت، وغادي نشوفوا شي فين غادي يوصل. فكانت هذه هي النشره المسائيه ديال اليوم، قولوا لي الراي ديالكم، شحال كتظنوا ديال الحبات غادي يفرقوا على الناس؟ التيست لازم نقولوا حنايا الناس اللي داروا مينيموم هاد لي تاسك كاملين 23 تاسك او 24 تاسك، كل واحد يقول لي شحال ديال سميتو كيظن غادي يفرقوا على الناس هادو. وكذلك لحد الان ما جبدوا لا كي واي سي، ما جبدوا لا فيلترينغ لا حتى حاجه. المهم يعني الا مشاو تاير دروباو كاع الواردات راه كلشي غادي يكون ناش ان شاء الله، غادي يدوز واحد عيد الفطر مزيان ولا لا. فكانت هذه النشره المسائيه ديال اليوم، ما فيها باس نذكركم
اللي باغي يشري لاجري يتواصل معايا باش نكوموندي داكشي على تيساع. كذلك الى عجبتكم هذه الحلقه هذه ما تبخلوش علينا بلي لايك بلي بارطاج وخصوصا بلي كومونتير ديالكم. شحال هذه ما درنا شي فيديو، هذه الطريقه الوحيده اللي غادي تعاونونا بها باش نحيو شويه هذا الالغوريثم ديال اليوتيوب. نضرب لكم موعد في الحلقه المقبله ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم، تصبحوا على خير، والله المعين.